نروح لخبرنا الثاني وهو من اقتصادية قناة السويس ومواني دبي العالمية اللي اتفقوا النهاردة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إنشاء مركز صناعي لوجستي إقليمي متكامل للشركات اللي هتنشئ مشروعاتها داخل منطقة السخنة العالمية. رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش قال إن المشروع في إطار العمل على تنمية اقتصاد مصر بطريقة مستدامة على المدى الطويل وخلق فرص العمل ومجتمعات للعائلات خلال القرن الحالي. مميش أكد إن عوائد الربحية المتوقعة لمنطقة القناة هتجذب عدد أكبر من الشركات والمستثمرين للمنطقة الاقتصادية في السخنة. من جانبه شدد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مواني دبي العالمية على إن المشروع المشترك بيتكامل مع المشروعات العملاقة اللي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرا وبالتحديد جسر الملك سلمان اللي بيربط المملكة مع مصر ومدينة نيوم المزمع إنشائها على البحر الأحمر. من المخطط أن يكون المركز الصناعي اللوجستي الإقليمي الجديد بالعين السخنة الأكبر بنحو مرة ونص من منطقة جبل علي وهيتيح الوصول إلى السوق المصرية والمنطقة والقارة الأفريقية.